السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد من فيديوهات قناة البغداد المميز، وأهم الفيديوهات النافعة للصحة بصورة عامة. مثل ما تشوفون اليوم الفيديو عبارة عن أهمية فوائد الصمغ العربي. طبعا الصمغ العربي بأنواع، أهمها نوعية اسمها الهشاط. طبعا هو بيقلنا أنواع هواية مثل صمغ الطلح وصمغ صمغ النوبية، بس أهمها الهشاب، هذا اللي هو فوائده عظيمة جدا. طبعا موجود هذه النوعية في السودان. أشجارة عبارة عن غابات موجودة في جنوب السودان في مقاطعة اسمها دارفور. طبعا هسه راح نعدد اهم فوائده. مفيد جدا جدا طبعا هو للفشل الكلوي، يؤخذ مرتين في اليوم فقط. كذلك هو مفيد للمفاصل، مفيد لهشاشة العظام، وجيد لصحة الكبد. طبعا هو فد مادة لونها زجاجي مائل الى البني، وكذلك يفيد للسكري ويبني جدار الأمعاء إذا كانت متضررة. أيضا مفيد هو للمناعة، وموجود مو بس فقط في السودان وإنما موجود في عمان. يؤخذ على شكل ملعقة واحدة توضع في الماء الساخن أو البارد أو العصائر. هو قابل للخلط بها ويذوب بها ويؤخذ مرتين. يفيد في القضاء على نمو البكتيريا في الجهاز الهضمي، طبعا البكتيريا الضارة. يفيد في علاج داء الملوك. أيضا يفيد في علاج السيلان المهبلي للنساء. طبعا فد ملاحظة، يفيد هو في علاج عجل بعلاج ذني وليس علاجهن الكامل، يختلف عن يعالج. يفيد أيضا في علاج إخراج البلغم من الصدر، كذلك يفيد في تقليل حموضة البول، وأيضا يفيد في تقليل الأمراض الجلدية، ويفيد في تقليل الوزن، وأيضا في تقليل نفخة القولون. وهو يعتبر طعام للبكتيريا النافعة في الجسم، هاي تختلف عن البكتيريا الضارة. البكتيريا النافعة موجودة بالقولون غير أماكن الجسم، فهو مفيد إلها. يعتبر نعمة طبيعية وغير مصنعة لأنه يأتي من الأشجار. 16 يمكن وضعه في الماء الدافئ ثم يوضع على الوجه، يعتبر كقناع للوجه. أحسن أنواع الصمغ العربي مثل ما قلنا بالبداية هو الهشاب، ويجي من شجرة اسمها أكاسيا سينيكال. وهناك صمغ الطلح مثل ما قلنا، وهناك أيضا صمغ النوبيا. الصمغ العربي يحتوي من محتوياته على ألياف ومواد طبعا معدنية، بس يحتوي على ألياف كثيرة جدا، وهو مفيد للسكري. 80% من تركيبه هو ألياف، ويحتوي على معادن مثل ما قلنا، وقسم من هذه الألياف يقاوم السرطان. حسب ما قيل في دراسات في إنجلترا وأمريكا، جربت على الفئران اللي أصابوها بالسرطان، قللت من الخلايا السرطانية بنسبة 70%. هو لا يفسد لأنه أيضا هو يقاوم البكتيريا والفطريات، يعني ممكن بقاءه لمدة طويلة، لا يفسد ولا يصير بأي شيء، لأنه هو أصلا مقاوم البكتيريا والفطريات. وشكرا لكم على المتابعة. في نهاية الفيديو أرجو مشاركته مع أصدقائكم وزملائكم لتعم الفائدة.